انا باشمهندس محمد حسين، صاحب ومؤسس شركه فوديكا للاستيراد وتصدير المواد الغذائيه. حابب النهارده اتكلم معاكم عن نشاط الشركه ومختلف المنتجات اللي احنا بنشتغل فيها او بنقدمها للسوق المصري. في البدايه شركه فوديكا هي شركه تاسست سنه 2011، وكان الهدف من الشركه هو توفير المنتجات المستورده ذات جوده عاليه الى السوق المصري، وفضلنا مكملين في الطريق ده لمده 5 سنين، واكتسبت الشركه ومنتجاتها شهره واسعه على مستوى مختلف المحافظات المصريه. من اول سنه 2016 ابتدينا نتوجه لتوجه مختلف، هو توطين معظم المنتجات اللي احنا بنقوم باستيرادها في قدر المستطاع، وتوفيرها للسوق المصري بذات الجوده اللي الناس اتعودت عليها. واكتر من كده ان احنا نحاول ان احنا ننقل الخبره بتاعه البضائع المستورده الى السوق المحلي عندنا، بالتعاون مع مختلف المصانع المتخصصه في صناعه المواد الغذائيه وعندها رغبه في تطوير المنتج بتاعها وتقديم حاجه ذات جوده عاليه الى السوق المصري. من اشهر المنتجات ومن اجود المنتجات اللي بنقدمها للسوق المصري في الوقت الحالي هي منتجات القهوه بن العميد. بن العميد هو من اقدم مصانع القهوه في الشرق الاوسط، تاسست الشركه سنه 73 في دوله الكويت، واثناء حرب الخليج تم نقل المصنع الى عمان في الاردن، وهو يعتبر دلوقتي المصنع الاكبر في الشرق الاوسط من حيث الطاقه الانتاجيه وتكنولوجيا التصنيع. من سنة 2018 بدأنا في توفير منتجات بن العميد إلى السوق المصري، وبدأنا بالقهوة التركي اللي هي تعتبر الأشهر والأكثر تميزا عندنا في البراند. بيرجع التميز أو السر وراء بن العميد أو الجودة بتاعة بن العميد إلى عدة عوامل كلها بتصب في مراحل التصنيع او طريقه التصنيع بتاعه المنتج، من اول ما بيبقى نبات على الشجره لحد ما بيوصل لباك او الفنجان القهوه اللي حضرتك بتشربه في البيت او الكوفي شوب. اول حاجه لما نيجي نتكلم عن اختيار انواع الحبوب، بيتم اختيارها بعنايه فائقه جدا من المزارع مباشره، فالمصنع بيكون متابع طريقة الزراعة بتاعة الحبوب اللي بتجيله من البداية بتاعتها، وبنقدر ان احنا باستخدام مكن التوصيف او مكن السورتنج بنقدر ان احنا نختار او نتأكد من جميع الحبوب اللي داخل المصنع ان هي مطابقة للمواصفات والمعايير اللي هتدينا في الاخر فنجان القهوة اللي احنا تعودنا عليه او اللي احنا اشتهرنا بيه في بن العميد. بعد كده طبعا بنيجي لمرحلة الطحن والتعبئة، ودي مرحلة بتتم بصورة اوتوماتيكية باستخدام احدث الاساليب، من اول مكان الطحن لحد طريقة التعبئة اللي احنا بنعبي باستخدام النيتروجين اللي هو بيحافظ على الجودة والفريشنس أو النقاء بتاع القهوة لأطول فترة ممكنة. التعبئة بتتم باستخدام مادة النيتروجين، ودي بتساعد في الحفاظ على الفريشنس بتاع المنتج لأطول فترة ممكنة، لأن زي ما حضراتكم عارفين أن القهوة بعد التصنيع بفترة تبتدي أن هي تتأثر تأكسد من الهواء، ويبتدي ان طعمها او الخصائص بتاعتها تتغير، فاحنا بنحفظ ده علشان نضمن سلامة المنتج وان المستهلك يقدر ان هو يحصل على اجود قهوة لحد اخر فنجان في العبوة. نظرا للطلب ونظرا لاستحسان الناس للمنتج القهوة التركي، ده شجعنا ان احنا نقدم للناس انواع القهوة التانية زي الاسبريسو وزي الامريكان كوفي، ونقدر نوري لهم ان احنا نقدر ان احنا نتميز في المنتجات دي كمان. واحنا بالفعل بنقدم دلوقتي من افضل انواع الاسبريسو، اتس 100% ارابيكا بلند مخصوص ببن العميد، متوفر دلوقتي في السوق المحلي، زائد الامريكان كوفي اللي هو الفلتر كوفي، طبعا ليها كذا طريقه تحضير، برضو متوفره دلوقتي في الاسواق بالدارك روست، وقريبا هيكون موجود الميديوم روست بتاعها.
وبدأنا في مشروع تصنيع المنتجات الكول برو. احنا تقريبا من اوائل الشركات اللي استخدمنا الكول برو في تصنيع انواع مختلفه من الدرينكس بالقهوه زي اللاتيه زي الكابتشينو، وكنا بنقدمها للناس اثناء الصيف، والحمد لله لقيت استحسان كبير من اغلب الناس اللي دقتها، وقريبا ان شاء الله تكون متوفره في الاسواق. الرؤيه بتاعتنا او احنا يعني ايه هدفنا او ايه الرساله اللي احنا عايزين نوصلها في وجودنا في مصر. الشعب المصري مشهور جدا بشرب الشاي، وده ما يمنعش ان في جزء كبير من الشعب بيحب محب للقهوه، والقهوه بالنسبه لهم هي مصدر سعاده. يعني معظم اي حد فينا لو يجي يربط فنجان القهوه هيربطها بلحظه صفاء، لحظه تركيز، او لحظه ريلاكسيشن. فاحنا حبينا ان احنا نوري السوق او نعرف السوق او نثقف السوق على طريقه اطعمه مختلفه للقهوه التركي غير الحاجات اللي الناس متعوده عليها، باستخدام قهوه ذات جوده عاليه، باستخدام طريقه تحضير مميزه، بحيث ان انت النهارده لما تجرب حاجه جديده تقدر تحكم او تقدر تعرف ان في حاجات احسن او حاجات افضل، او ده بيوسع الافق او بيرفع الذوق العام في استهلاك المنتجات او استهلاك القهوه او في الثقافه العامه بشكل القهوه بصوره عامه. من الناحيه التجاريه لا ننكر ان مصر طبعا من حيث الموقع الاستراتيجي او تعتبر من اكثر الاماكن اللي ممكن تكون مركز للتجاره على مستوى العالم كله، فاحنا موجودين هنا وبنفكر ان احنا يبقى لينا نشاط تصنيعي هنا بصوره معينه بحيث نقدر نستفيد من موقع مصر واتفاقياتها التجاريه مع مختلف الدول، سواء مع الاتحاد الاوروبي، سواء مع الدول العربيه، سواء مع الاتحاد الافريقي الكوماسا، ان احنا مصر تكون بالنسبه لنا سنترال هاب نقدر ان احنا نوفر منه منتجات العميد لاكبر قدر من المستهلكين على جميع دول العالم. حابب اتكلم معاكم عن احدث منتج متوفر عندنا في شركه فوديكا، منتج الفي 7. منتج الفي 7 هو مشروب غازي، ولكن كل المكونات والالوان اللي موجوده فيه الوان طبيعيه 100%، حتى انه مضاف اليه كمان فيتامينات بتدي خصائص للمنتج، بمعنى ان احنا عندنا حاجات بتزود المناعه، عندنا حاجات بتزود التركيز، عندنا حاجات انتي فاتيك او ضد الارهاق، بتساعدك في الريكفري. هو منتج حديث حاليا متوفر في الاسواق على من خلال الاكشاك والمحلات البقاله، وقريبا جدا هيكون موجود على مستوى كل الهايبر ماركتس والسوبر ماركتس على مستوى الجمهوريه، ومن خلال كمان الاي كوميرس شانلز اللي هي الحاجات اللي زي امازون ونون وجوميا. فانا حابب ان انتم تجربوه، لان هو خلاصه خبرات مصريه 100%، والمنتج الحمد لله لقى استحسان كبير على المستوى المحلي لحد الآن من الناس اللي دقته، وحتى على المستوى الدول التصدير الحمد لله برضو في خطوات وفي حاجات إيجابية جادة جدا جدا ان احنا نقدر نصدره لمعظم الدول في وقت قريب جدا ان شاء الله. والله في الوقت الحالي احنا مستهدفين الدول العربية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية اللي ما بينها وبين مصر، والخطوات اللي جايه ان شاء الله نقدر ان احنا نقتحم بقيه الاسواق العالميه. من احد المجموعات السلعيه اللي احنا بنصنعها او بنوفرها في مصر هنا نقلا من تكنولوجيا من اوروبا هي السلاد دريسنج، اللي احنا موجود عندنا منه حوالي 5 أو 6 انواع، مثال زي السيزر والرانش والساودن ايلاند. دي منتجات لاول مره بتتوفر في السوق المصري بصناعه مصريه 100%، برضو هتلاقوها موجوده في كل الهايبر ماركت والسوبر ماركتس الكبيره، واسعارها طبعا بتبقى مناسبه للجميع، مختلفه عن الاسعار المنتجات الشبيهه المستورده، ودايما احنا بنكون بنجتهد ان احنا بنطور في الجوده بتاعتها بحيث ان احنا دايما نبقى ابديتد بالاحدث الحاجات اللي ظهرت في التكنولوجيا بتاعه تصنيع الرينج ده من المواد الغذائيه، ونبقى دايما بنقدر ننافس المنتج المستورد من الجوده، من الباكجينج، من الشكل،
على قدر المستطاع طبعا. برضو حاجات تانية بنستوردها هي زبدة الفول السوداني او البينت باتر. براند بتاعنا اسمه ناتي، هو موجود تقريبا بقاله اكتر من 5 أو 6 سنين في السوق المصري، متوفر في جميع السوبر ماركتس والهايبر ماركتس. بينت باتر بصورة عامة هي كانت ثقافة ظهرت تقريبا بقالها 10 سنين موجودة عندنا، نظرا للفوائد الصحية اللي بتقدمها للأطفال. حتى الناس المهتمية بالرياضة بتعتمد على زبدة الفول السوداني في الوجبات أو في الدايت بتاعها اللي هم يكونوا موجودين فيه. احنا بنقدم منها الكريمي، وبنقدم منها الخشنة الكرانشي، وبنقدم منها بالفليفرز اللي هي زي الشوكولاتة، زي القرفة، زي الباينابلز. وده منتج مستورد من دولة الهند، لأن هم بيشتهروا جدا بزراعة الفول السوداني.